فالتعامل مع تعرف الكهربائية المفروض يكون هذا كمثال من الحياة العامة المفروض تفهمه وتتعلمه بطريقة سهلة ومرنة. فهو تعرف بالإنجليزي هي نفسها تعرفه، احنا نسميها بالعربية، ومعرف لك اياها هنا بالخط المائل ايتاليك، انه هي المعدل او نسبة الاجور اللي تؤخذ، the rate at which electrical energy is supplied to a consumer، كلفة الطاقة الكهربائية المجهزة إلى مستهلك. هنا طاقة كيلوات أور وليس باور، لأن أنت تحسب زمن فتريد تضيف زمن، الباور من ينضاف لها يدخل بالمعادلة مالتها الزمن، يعني لأن أنت ليش الزمن ضروري؟ لأن يجوز تستعمل 6 ساعات باليوم أو 8 ساعات، عندك دائرة أو في مكان يغلق الساعة بالثنتين ما يستمر 24 ساعة، لذلك يدخل الزمن هنا بالمعادلة، وبالتالي تكون انرجي الكتريكال انرجي. الهدف من عندها الاوبجكتيف مثل ما تكلمنا قبل شوي بالمقدمة، انه لايك اذر كوموديتيز، مثل ما تنتج البضائع الاخرى او السلع، فاي سلعة او اي بضاعة تنتج هنا، احنا محطة الانتاج عندنا اللي هي الباور ستيشن لازم اكو بيها تاخذ تستوفي من عندها اجور، وهاي الاجور متعلقه بكلفه الانشاء وكلفه الاوبريشن العمل والصيانه وكلفه العمال وكلفه الوقود، وكل هذه الكلف تؤخذ. وايضا بعدين شنو راح يدخل عندها؟ هاي قلنا بالمحطه يم المستهلك كلفه النقل والتوزيع، اكو اجور دوائر ونقل وتوزيع، تنصب محولات وتسوي صيانه على المحولات، سيركت بريكرز، قارئ المقاييس او مرات المقياس الكهربائي نفسه. فهذا لذلك لازم ايش تضمن؟ ريكفري استرجاع، استرجاع الكوست اوف بروديوسينج كلفه الانتاج طبعا، استرجاع ريكفري اوف كوست اون ذا كابيتال انفستمنت الاستثمار، قلنا هذا يتضمن فوائد واقساط مرات، وفي مجال النقل والتوزيع هنا بس مو بس بمجال المحطه، لان انت المحطه بعدين من وديتها انشات خط نقل مثل طوله 100 كيلومتر، ورا ال 100 كيلو متر خط توزيع اخر طوله 10 كيلو متر، واكو محطتين او ثلاثه بالطريق يعني مال تحويل سب ستيشن ومحطه حمايه ايضا. المهم ريكفر استرجاع كوست اوف اوبريشن اند مينتنس وسوتبل بروفيتس، بعد ما تغطي ذني الفاتوره لازم تغطي هذن، هاي بالضبط يعني ما تسوي زياده، تحسب ايش قد كلفه الانتاج والاستثمار بالنقل والتوزيع والتشغيل والصيانه، بعدها شو تخلي لك؟ ارباح مناسبه، بروفيت، انا مو فوائد، بروفيت اون ذا كابيتال انفستمنت، لان انت اول تالي تنتج سلعه. هنا يفرق شويه بالدول الاشتراكيه والقطاع العام، اذا كانت الكهرباء قطاع عام مملوك من قبل الدوله هنا الارباح تكون رمزيه او تقارب الصفر. بأغلب الدول المتطورة يكون الكهرباء هو قطاع خاص، فتكون الأرباح لها في نسبة يعني محددة معتبرة. الخواص الكاركترستيك، فإحنا قلنا أول شيء لازم تغطي كذا زين، هي شنو خواصها؟ أنا جيت أريد أصمم فاتورة كهربائية شلون راح تكون؟ راح تكون لازم بروبرتين، نسترجع المبالغ اللي صرفناها بطريقة ملائمة ومناسبة، يعني لا هسه راح نتكلم بالنقطة الثانية فيرنس العدالة. ف هنا بروبر روتين شارح لكم، انا اكو شغلات مخلي لكم اياها بالاسود بولد. ذا توتال ريسيت، هنا البي ميل لفظ ريسيت، ريسيبت اللي هي الفاتورة، احنا مسميها تعرف بالكهرباء، طبعا مو كل مكان بالكهرباء، بالقمارق مرات يسموها تعرفة، بغير شغلات الوصل اللي انت تستلمه بالبيت يسموه ريسيت، وصل فاتورة او بيل. From the consumer must be equal to the cost plus reasonable profits، هاي تكلمنا عنها قبل، لازم يشمل الكلف زائد ارباح معقولة او مقبولة، وبالتالي المفروض يوفر لك خدمة معتمد عليها reliable service. الفيرنس هنا اكو عداله بين البيج كونسيومر واللور كونسيومر، يعني مستهلك منزلي بسيط ويا صاحب مصنع او صاحب شركه تجاريه كبيره او مؤسسه مثل الجامعات،
هنا شو تقولون؟ يعني المفروض الفاتورة تقل على البيج كونسيومر لو السمول كونسيومر. سؤال رجاء. المفروض تقل على البيج، ها؟ تقل استاذ على على العدد البيج ساعات الكثيرة. المفروض تقل. تقل استاذ. ليش؟ مو هو اللي دا يسحب يستهلك أكثر. استاذ ابسط شيء مثلا من يروح تستلم الفاتوره تستلمها من شخص واحد، بينما واحنا المنازل هنا مثلا النقطة راح شو اسمها؟ فيرنس، عدل، عدالة. يعني العدالة انه ابو المنزل بسيط يدفع اكبر من ابو الشركة، مو المنزل مستهلك، ابو الشركة راح ينتفع، اكو عنده انتاج. ها؟ ما ادري منو دا يحكي، ما دا اسمعك زين. المهم شكرا لاجابتكم. هو الصحيح البيج كونسيومر تكون مو التعرفه اقل، الزيادات اقل. يعني انا اذا ال 100 كيلو وات اكو ستيبس، المستهلك ابو المنزل هو ما يحتاج مثل اكثر من 100 كيلو وات، فمن يزيد 100 200 300 الريت الزياده احاسبه عليها اكثر، لان معناته دا يصير عنده تبذير. المستهلك الكبير اللي هو منفعني ده يشتري من عندي جمله كهرباء، انا بائع ده ابيع له كهرباء، ده يشتري جمله، احاسبه على الزيادات اقل، لان الزيادات عنده مبرره لها علاقه بالانتاج، واكو عنده عمال واجور ده يدفع رواتبهم، فبالتالي من يكبر المعمل مالته تكبر عدد الاجهزه، الانتاج يكبر، انا شو اقلل النسبه بالزيادات، حتى بالتالي اشجع الاستثمار واشجع الصناعه، ف الزيادة بالفاتورة راح تكون أقل. هسه بعدين نشوفها، نعطيكم نموذج رقمي وشارح لها، ومرات تكون غير متغيرة بالنسبة للمستهلك الكبير، تكون ثابتة النسبة ايش قد ما يزيد، للمستهلك المنزلي لا، من يزيد السحب مالته أعطي دبل، أضاعف الأجرة، دبل تعريف، لان مثل مستهلك كبير ممكن ما يقدر يرشد بالاستهلاك، المنزل يقدر يرشد. المهم النقطه الثالثه رجاء، هاي استمرار لها، استمرار سمبلسيتي ايضا لازم تكون بسيطه، بالذات للمستهلك الاوردينري، يعني البسيطه والعادي. يعني انا مو اسوي لي فد معادله معقده جدا وبالتالي اجيب مشاكل لنفسي، كل ما واحد يعترض اقعد وياه نص ساعه على مود بس اشرح له شلون ده نستوفي الاجور، وبالتالي من تكون معقدة تصير بها نسبة خطأ أكبر، ممكن يصير بها أخطاء، فتكون بسيطة قدر الإمكان. ريزونبل بروفيت تكلمنا عنها، وأيضا ما تشجع على الاحتكار، مونوبولي الاحتكار، وموضح لك الأتراكتيف جاذبة. هنا برا غالبا المنطق أنه أنت إذا تبيع كهرباء التعرفة مالتك المفروض تصير جاذبة للمستهلك، تشجع المستهلك بالذات التجاري والزراعي والصناعي على الاستهلاك اكثر، حتى انت شو تبرر بناء المحطه؟ انت بنيت محطه حتى تبيع، فممكن البيئه ما تقدر تشجع لان استهلاكه محدود، اذا اريد يزيد او يقلل ما راح ياثر هواي، بس تقدر تشجع البيج كونسيومر، وبالتالي شلون نشجع؟ قلل عليه الزياده بالفاتوره. فنرجع على الفقره الثانيه، هاي مرتبطات فقره بالاخرى. هسه نجي انواعهن، من قلنا انه لازم تكون بسيطه وعادله وبها ارباح معقوله وجاذبه للمستهلك وتسترجع قدر الامكان، نجي شلون نصممها. فهاي الانواع، شلون نصمم هاي الفاتوره على مود توفينا هاي الامور. فعندنا راح ناخذ عده انواع رجاء، بس انت شو تسوي؟ تقعد بالبيت تقارن بيناتهم، وراح ناخذ مسائل تحل مساله على كل نوع، لان اكو فرق بسيط بين النوع الاول والثاني والثالث، اكو نوعيات لا متشابهه، هسه راح نقسمهم بعدين مجروبات. فورقه قلم تقرا بالفايل البي دي اف بالموبايل. اكو السمبل تعريف، هذا اول نوع اللي هو ابسط نوع، كل شيء ما يتضمن، انت تفرض على كل كيلو وات اور فيكست ريت، نسبه ثابته، مثل تقول ربع دولار على الكيلو وات اور الواحد، وهاي النسبه ما تتغير مع زياده الاستهلاك ولا تقل مع نقص الاستهلاك، فتكون يونيفورم، موحده او متجانسه، نقدر نسميها يونيفورم ونقدر نسميها سمبل. يعني تجي ببساطه راح تضرب 10 كيلو وات اور
في ربع سنت ايش قد راح يصير؟ 2.5 دولار. هذا تمشي هالشكل. احنا راح ناخذها بالدينار العراقي بعدين. فها شنو ميزتها؟ هنا شارح لك الديس ادفانتجز. الادفانتجز شنو هي؟ انها تكون بسيطه، بسيطه على بالتوزيع اللي يستحصلون الاجور الجبات الجابي، وايضا بسيطه على المستهلك لان مفهومه، تكون ريدلي اندرستود، مفهومه بسهوله، وتقلل الاشكالات الاداريه والماليه بالحسابات. الديس ادفانتجز ذير از نو ديسكريميشن، تمييز، ماكو تمييز بين المستهلكين المختلفين، الزراعي والصناعي والتجاري والمنزلي دومستيك او ريسيدنشال، والاحمال البلديه. زين عندك حمل بلدي هو تابع للدوله، اناره ونافورات ومضخات، ويعني ذن شلون وترافيك لايت، يعني هم نفس النسبه تطلع عليها. The cost per unit delivered is high. انت شو تسوي؟ ليه ما راح تسوي بنالتي؟ بنالتي يعني جزاء. ما راح تزيد النسبه من يزيد الاستهلاك عن فد حد معين. لان انت مبقيها ثابته، شو تسوي؟ البيس مالتها القاعده اللي هي الكيلوات او راح تسويها عاليه حتى تعوض بعدين. تعوض الارتفاعات اللي راح تحدث لاحقا. فالكلفه بير يونت للوحده الواحده راح تكون عاليه. بس اذا انت تريد تسويها مرنه وتتغير صعودا او نزولا، لا راح تكون كلفه قليله وبعدين تسوي بنالتي عليها. It is not encourage the use، ما تشجع الاستهلاك، لان مرتبطه بالنقطه الثانيه. الثالثه لها علاقه بالثانيه. بس عندنا اهم شيء الاولى انه نو ديسكريميشن، لان جدا بسيطه ما بيناتها تمييز. راح ناخذ نوعيات اخرى. الفلات ريت، هاي فلات ماشي عدل، بس شنو؟ تراعي النوعيات المختلفه بالمستهلكين بس بنسبه فلات. Different types of consumer are charged at different uniform. هنا ميزنا بين المستهلكين، فكل واحد راح ندز له فاتوره، الدائره الحكوميه، ابو المحل، ابو المصنع، ابو المول، سوبر ماركت، راح نعطيهم فواتير مختلفه. لكن الفاتوره الواحده، اليونت الواحده محسوبه بيها بنسبه ثابته، فهم راح تبقى يونيفورم. شارج اد ديفرنت، يعني للمستهلك الواحد هي ثابته، لكن المستهلكين المختلفين هي مختلفه. فشوي يعني شن الديس ادفانتجز الاولى اللي هي نو ديسكريميشن، بس وقعنا بامور اخرى. المهم ذا ادفانتجز هنا معطيك ات از مور فير، اكثر عادله، اكثر عداله. وبقت مع ذلك از كوايت سمبل، يعني مو كلش معقده، لان انت كل مستهلك الى ريت محدده، يعني البساطه بقت موجوده، لكن هي مو ابسط واحده، مو ذا سمبلست. ميز اكو سمبل وذا سمبلست. ذس ادفانتجز هنا ظلين بس اثنين. سينس ذا فلات ريت فاريز اكوردنج تو ذا واي اوف سبلاي زود سيبريت ميترز، هنا مشكله، راح نحتاج عندنا مقاييس منفصله ومختلفه. لان احنا هنا مرات شو نميز؟ المستهلك الواحد راح نقول له نشرجك على الاناره، هاي لها علاقه حتى بالباور فاكتور، على التكييف، بالصيف ما نريدك تصرف تكييف هواي، بالشتاء ما نريدك تصرف هواي. فراح مرات نخلي له مقاييس مختلفه لنفس المستهلك، وبالتالي نقيسهن ونجمعهن وتطلع له الفاتوره اللي هي اناره زائد اير كونديشننج زائد بويلر او فتشي. فهاي راح تصير اكو تكلفه اضافيه في نصب المقاييس. اكو هنا رجان فوق مطيك مثال 55 بيز، قلنا هاي بيزا اللي هي بالعراق اللي هي فلس، وبالدولار هي سنت بير كيلو وات اور. النقطه الثانيه، المستهلك المحدد از تشارج، تشارج يعني يغرم ويدفع فلوس كنقد، at the same rate irrespective، بغض النظر of the magnitude of the energy. بقت هنا مشكلة انه اذا زاد استهلاكه وعبر حدود معينة ايضا باقي هي فلات، ما راح تتغير مع زيادة الاستهلاك، لان احنا قلنا نريدها بسيطة، فاحنا تجاوزنا فد شغلة
وقعنا بالشغلات الأخرى، فبقت هي لا تعتمد أو تغض النظر عن كمية استهلاك الطاقة. يعني إذا نريد نشجع لازم نقلل الزيادة بالاستهلاكات، إذا نريد نسوي نجبر على الترشيد لازم نزيد النسبة على الزيادات، فهاي لا تزيد ولا تقلل، باقية نفسها فلات ريت. فبالتالي لا تشجع الاستهلاك ولا تضبط، ما تسوي ادجستمنت. ناخذ نوعية أخرى، بلوك ريت تاريف. بلوك هنا يعني بلوكات تقسم قطاعات. When a given block of energy is charged at a specific rate and the successing blocks of energy are charged at progressively reduced later. شوف انت تجي هنا من يقول لك specific rate block of energy، فرضت هنا مو اليونت، احنا ما نتكلم عن كيلو وات اور، نسوي حد مثلا نخلي بلوك ال 100 كيلو وات اور، سوينا حدود عتبات سميناها بلوك، الحد ال 100 كيلو وات اور انت تعطي 100 دينار، 100 دينار بالكيلو وات واحد. من يجي البلوك الثاني اللي هو بين 100 و200، لا راح شو تخلي له؟ اذا تريد تشجع كلفه اقل، مثل تقول 80 دينار على ال 100 ميجا، ال 100 كيلو وات اور الثانيه، او اذا تريد تجبره على الاستهلاك تقول له من تعبر ال 100 كيلو وات ال 100 الثانيه راح تكون ب 120 دينار. فراح شو نسوي؟ نقسمها بلوكات. فبهاي الحاله ما راح تكون فلات، راح تكون متزايده او متناقصه، بس هنا هم كاتبين متناقصه، لان قلت لكم عموما برا انه التشجيع على الاستهلاك، لان الناس عندهم شويه حرص برا اكثر من عندنا. يعني بالصيف تلقي قاعد مشغل بس مروحه، يقول لك الطب اخذ شاور واطلع على المروحه انا اتبرد، ما يشغل سخان، حتى اذا شغل تكييف ما يشغل سخان وتكييف بنفس الوقت ابدا. احنا يعني ترى عندنا، فيريدون يشجعوهم بالليل تلقي مطفي الضوايات كلها بس قاعد بالصاله مشغل تيبل لامب وجهاز واحد. المهم، فالهدف هو التشجيع برا، احنا الهدف هو الترشيد. فلذلك قايل انه نقلل الريت، كل ما نعبر بلوك جديد كل ما تقل الريت. فعاد هاي البلوكات شوف هم شلون يقسموها، ال 100 200 او 1000 2000 100 500، هاي هي الدائره تشتغل. يعني معطيك هنا مثال رقمي على مود تفتهم، لا تقول انا عندي مشكله، هنا التعريف ومعطيك مثال رقمي، يعني 30 اليونت الاولى 60 سنت، ال 25 يونت الثانيه ايش قد صارت؟ 55 سنت وهكذا. الادفانتجز انسنتيف مقنعه للاستهلاك اكثر، وبالتالي الجنريشن از يوزد. هنا مو بس على مود نبيع، احنا شو نسوي؟ عندنا لود كيرف ومشغلين محطه فول، واكو دا يبقى عندنا هامش ريزيرف اخذناه قبل هالفصول سميناه ريزيرف 50 ميجا واط. ما يصير انا بقي ريزيرف 50 ميجا، خلي ياخذون منها 20 ميجا وتبقى عندي ريزيرف 20 او 10 ميجا. فبالتالي انا راح اللود كيرف مالتي بالمحطه يكون مرتاح اكثر، والتشغيل يكون قريب على اللود كيرف جدا، لا انا مشغل وصارف وقود ازيد من اللازم، ولا انا مضطر انه اضيف وحدات اضافيه. قال لك هنا هوفر، هوفر يعني شنو؟ ديس ادفانتجز، يعني من اجل اسال لك الديس ادفانتجز مو تقول ما موجوده ما مكتوبه، لا مكتوبه. يقول لك على اي حال اتس برنسبل ديفكت، ديفكت يعني العيب، العيب المبدئي بها شنو؟ اتلاكس تفتقر او بها نقص شنو؟ a measure of the consumer demand. احنا من نجي سوينا قلنا البلوك الثاني هالقد والبلوك الثالث هالقد، اذا انا ما عندي مقاييس قياسات مضبوطه للاستهلاك شلون راح اضبط هاي الامور؟ يجوز انا ما موفر العداله، يعني منطي ريت رايح زايد او نقص، لازم عندي احصاءات جدا دقيقه حتى على اساسها اجي اقرر شلون انا اقسم البلوكس.
ماجوريتي، وغالبا شوف هذا الابلكيشن، لذلك غالبا المن تكون للريسيدنشال المنزلي او التجار البسيط المحلات، لان ذولا ممكن انا اعرف الرينج مالتهم، يعني لا يزيد عن كذا او لا يقل عن كذا، المتاجر الصغيره كوميرشال او ريسيدنشال. بس من اجل المؤسسات الدوله الكبيره والمعامل، ممكن اني هذه البلوك ريت تكون مو صحيحه، مو نظاميه، تسوي لي مشكله. اكو شوف هسه هنا ذني متقاربات، الاولى اللي هي السمبل والفلات والبلوك، رجاء ذني افتهمون، يعني اخوات بالتصنيف كلش قريبات، واحده شويه تضيف ادفانتج على الثانيه، ولذلك قلنا لقينا الديس ادفانتجز بالبدايه ثلاثه، بعدين صارن اثنين، بعدين صارت واحده ديس ادفانتجز، ثلاثه اثنين واحد. اكو النوعيات هسه اللي راح ناخذها الرابعه والخامسه لا يختلفن، من عائله منفرده، هنا يقسموها بارتس، تو بارتس، هاي هم تكمله اداء، واكو ماكسيمم ديماند، واكو تعتمد على الباور فاكتور، واكو الثري بارتس. هذني شويه بيه المعادلات اكثر تختلف، لذلك هي ما مناسبه لمن؟ للحمل التجاري او المنزلي، لان اولا هي معقده هنا بالحسابات، فما تقدر يعني ابو محل او معمل صغير، او يعني مو صحيح تجيب له هيك حسابات. تو بارت شنو؟ When the rate of electrical is charged on the basis, اكو عندنا basis of maximum demand. هذا شنو؟ نقول له الماكسيمم، انت بس هاي لازم حاسبين، ماكسيمم 200 100 ميجا ديماند هنا. فهذا شنو نعطيه؟ نعطيه ريت معينه، نسبه معينه. And the unit consumes، هسه بالمثال راح تتوضح، اكو نسب اخرى، المهم هي راح تصير جزئين. السبلت هنا رجع انتبه على هاي الكلمه، سبلت تنفصل، سبلت انتو تو كومبوننت، الى مركبتين. هذا الفي اي زد يعني على سبيل المثال، او اللي نفترض فيكست، اكو مركبه ثابته مثل ما اخذنا بالمحطات، كلفه ثابته وكلفه متغيره وشبه ثابته، فيكست تشارج اند رننج تشارج. اكو الفيكست اللي هي انت يعني مفترضين استهلاكك هالقد، واكو رننج، اكو صار اختلاف عندك، ضفت اجهزه او اجهزه انت ما مخلي ببالك تشغلها، شغلتها اضافيه، صار عندك سبايك باللود كيرف مالتك، فاكو فيكست و رننج، عليهم ذني التو ريتس مختلفه. ذا فيكست تشارج ديبند اون، الفيكست تشارج تعتمد على الماكسيمم ديماند للمستهلك، والرننج كلفه التشغيل ديبند اون ذا نمبر اوف يونتس كونسيومد بير كونسيومر، عدد الوحدات المستهلكه للمستهلك. لذلك the consumer is charged a certain amount per kilowatt. kilowatt انتبه kilowatt لان maximum demand of maximum plus a certain amount per kilowatt hour. kilowatt hour عدد الوحدات اللي دا يستهلكها المستهلك، ف kilowatt hour هنا لا maximum demand kilowatt of energy، بعدين هي همين راح ترجع تصير كلها kilowatt. فهذا RS اللي موجودة عندكم بالكتاب، الفصل مال التعرفة يمكن شابتر 5 كاتبها بالروبي الهندي ار اس، احنا المعادله اللي راح نعتمد عليها هي هاي بالازرق بلو، مو تجي بالامتحان بعدين راح تسالني الزرقاء لو الخضراء، لان معناته انت ما متواصل يعني. ان شاء الله هذا اسوي ريكورد وانزله، فرجوا تتابعوه، لان يجوز اتاخر بالليل او باكر الفجر يلا ينزل. وايضا اكو محاضره تسجيل مالت العام الماضي، يعني حتى اذا صار تاخير تقدر تشوف العام الماضي وهسه ينزل. فالكيلوات والكيلوات اور كلهم راح ينضربن في فد فاكتور معين وينجمعن، واكو عندك بي والسي ذن الكونستانت. البي والسي هي اللي تحدد الريت، يعني هنا تطي 10 هنا 20، انت شوف ياها اللي تريد تطي وزن اكبر، الوزن على البيس على القاعده اللي انت تستهلك عليها الماكسيموم ديماند، لو الوزن على هذا المتغير الرننج كوست، يا هل تريد اكثر تسوي عليه رايت. لذلك يقول لك is applicable to industrial consumer
فينطبق على المستهلكين الصناعيين أكثر. هذا ملحق إلى continue الادفانتجز والديس ادفانتجز. يبقى بسيط يعني مو جدا معقد، هي تو بارت ايضا باقي ايزلي يعني سهل مو بسيط سهل اندرستود. ريكفرز يغطي الفيكست تشارج ويغطي كذلك حتى الاندبندنت اوف ذا يونت اوف كونسيوم اللي تكلمنا عنه بالبدايه، يغطي فقرتين. ديس ادفانتجز ذا كونسيومر هاز تو باي ذا فيكست تشارج ايرسبكتيف. ها تجي اوقات انه يجوز هم مطفين ونازلين جوا الماكسيمم، فبهاي الحاله المستهلك اكو هاي الفيكست الجزء الاول بالمعادله هذا يظل يدفعها بغض النظر عما هو متوقف بسبب كورونا او متوقف بسبب الظروف الجويه او احوال اخرى، هاي لازم تندفع مهما كانت عدد الوحدات اللي هو يستهلكها، فعنده فاتوره ثابته تدفع. There is always error in assessing. هنا إذا افترضنا أنه الفيكست تشارج اللي هي على الماكسيمم ديماند ممكن يصير عندنا أخطاء في تقدير أو تقييم assessing الماكسيمم ديماند، يعني وارد أنه يصير هاي بالحسابات. أكو هنا أخرى ماكسيمم ديماند تعريف. فاتورة تعتمد بشكل كامل على الماكسيمم ديماند، فيقول لك هاي تشبه التو بارت، تشبه التو بارت تعريف، بس شنو the only difference that the maximum demand is actually measured. هنا تلافينا disadvantages على مود لا يصير عندنا خطأ في تقييم الماكسيمم ديماند، ايش جبنا؟ جبنا مقياس ثاني للماكسيمم ديماند، installing maximum demand meter in the premises. premises يعني المؤسسة. فبالتالي الاعتراض الاوبجكشن على التو بارت تعريف انه هنا يروح، فنسميها لانه احنا مخلين مقياس الماكسيمم ديماند سميناها الماكسيمم ديماند تعريف، بس هي مو معناتها تعتمد بس على الماكسيمم ديماند، لا البقية هم تاخذهن بس منصبين مقياس الماكسيمم ديماند والاخر يقيس الكيلوات اور الشغالة. However, it is not suitable for a small consumer. المستهلكين صغيرين بالذات السكني أو المنزلي، لأن أكو عندك مقياسين فهاي تكلفة إضافية مشكلة. أكو تعتمد على الباور فاكتور، المعامل عندهم مشكلة يأذون يضعفون الباور فاكتور اللي موجود بالشبكة، لأن عندهم محركات حثية، المحركات الحثية بها إكس، هاي الاكس كل ما تكبر انتم تدرون الريسيستيف يكون الباور فاكتور واحد، البي تساوي الاس، القدره الظاهريه تساوي الفعليه، ماكو كيو، كل ما تكبر الكيو كل ما تكبر الاكس اللي بالملفات او فايش راح يزيد. انت تدز مثل 100 ميجا واط يستهلك فعليا 70 ميجا، اكو 30 ضياعات بشكل رياكتيف باور، فالمفروض هم شيء يخلون بالمعامل باور فاكتور كوركشن. حتى المولدات اول ما بدات شغله مولدات الديزل كان يجيبون دلتا متسعات يربطوها دلتا على مود يصححون الباور فاكتور، بعدين يعني قسم بطلوها. فانت شو تسوي؟ تحاسبه على ذن ال 30، المفروض يصير مو 30 يعني الباور فاكتور يصير قريب على 90 حتى يصير عندك بس 10% هي كيو او اقل من عدد. فهذه التعرفة تأخذ بنظر الاعتبار consideration into consideration شنية الباور فاكتور، واللي هي بالتالي كأنه تأخذ بنظر الاعتبار كمية الكيو المصروفة. البقية كلهم كانوا يحسبون مخلين ببالهم أنه الكيو تساوي الأس، هو مو صحيح، أو ما يأخذون الأس العفو، يأخذون بس البي لأن هو بالكيلو أطور، بس الفرق بين البي والأس ما يأخذوا بنظر الاعتبار، هنا يؤخذ بنظر الاعتبار الفرق بين البي والاس اللي هو الكيو اللي دي يروح بالملفات، وبها هنا الفاكتورز مهمه كي في اي ماكسيمم ديماند تعريف، سلايدنج سكيلز اكو اليات شلون انت تقيس كيلو وات اند كيلو فار، فلا تخلي مقاييس مختلفه او تجري حساباتك بطريقه مختلفه حتى بالتالي تشرجه، يسموها تشرجه تاخذ من عندك. اكو هاي اخر واحدة شوية معقدة 3 بارت،
هاي تشبه اللي ناقشناها بالمحطات، كلفة تشغيل عمل وكلفة ثابتة اللي هي النصب أو البناء أو الإنشاء، وسيماي فيكست أو سيمي فيكست اللي هي بها الفوائد وأمور أخرى، يعني شبه يعني أنت تدفعها بشكل دوري، لكن هي لا هي ثابتة ولا هي متغيرة، تدفع بشكل دوري. هنا نقسم لك الأي، هنا انتبه أي ما مضروب في أي فاكتور آخر، البي بالكيلوات والسي. هذا الجزء الثاني والثالث يشبهون التو بارت، نضاف لها الأي اللي هو شنو؟ فيكس تشارج ميد ديورينج بيلينج بيريد. البيلينج هي نفس معنى الفاتورة. It includes الانترست الفوائد والاندثار، كله في الاندثار وبالمحطات الثانوية، هنا مو بمحطات التوليد، محطات الثانوية أيضا يجي مستثمر سوالك محطة مال تحويل، فهي أيضا بها فوائد وكلف إنشاء وكلف اندثار. وإضافة للبي والسي اللي هن موجودات الماكسيمم ديماند والانرجي كونسيومد. هنا برنسبل اوبجكشن يعني شنو؟ هنا ديس ادفانتجز، الاعتراض الاساسي، ما دام اعتراض يعني اكو مشكله او محدد. This type of is that the charge are split into three parts. من هنا الكلفه مقسمه ثلاثه، فبذلك مناسبه فقط للمستهلك الكبير حتى تقعد تتفاهم وياه، مو تفتر على بيوت واحد واحد وتقولهم انت الاي مالتك هالقد والبي هالقد والسي هالقد. هذه الانواع، سبع انواع مو قليله، لكن شفتوا تقدر تقسمها لجروبات اللي هي الاول والثاني والثالث يشابهن، واكو الثالث والرابع والخامس يشابهن، واكو واحده شويه مختلفه اللي هي تعتمد على الباور فاكتور، بس اكو التو بارت والثري بارتس ذني مرتبطات، والسمبل والفلات والبلوك ايضا من الشابهات. اكو هاي امثله موجوده طبعا عندكم بالكتاب بالشابتر، امثله اكثر. نحل هاي مجموعه ونرجع لها ان شاء الله، بس خلي نروح على التعرفه العراقيه، هذا مهم لازم تطلع تعرف شنو نظام التعرفه العراقيه، ما يصير. وبعض الأمثلة يجوز أجيب لكم مثال، يعني حسابي أنه تأخذ الأرقام منها من التعرفة العراقية. هنا مسميه كيلو وات ساعة وصنف الاستهلاك وحدة الطاقة. شوف من واحد، هنا مكتوب مثل الآي، من واحد إلى 1500 كيلو وات. كتب هنا شنو ده، نتكلم بالمنزلي 10 دينار، يصير النوب 35، يصير النوب 80، يصير 120. فانت هنا دا تغير الريت، دا تغير، وهنا بس مو دا تغيرها نقص، قبل شويه قلنا تتناقص، هنا دا تزيد. انت المنزلي تريد تشجعه على ترشيد الاستهلاك. العفو. ورا ثبتت بعد ال 4000، ثبتت وصلت تقريبا ال 120 دينار، فدسوا عليه بنالتي. التجاري اكو زياده، بس الزياده هنا قليله 60 80 120، ماكو هواي تغيرات بالزياده. الصنع يعني تقريبا تريد تشجع الصناعي، لا ايش قد ما يزيد كل الفئات 60، ايش قد ما يستهلك، لان انت يعني ما تريد تسوي رقابه عليه، هنا اكو تشجيع، ايش قد ما يستهلك انت تاخذ من عنده 60. لكن شنو تكلمنا ديس ادفانتجز؟ اليونت الوحده سعرها عالي، ده يدفع 60 على اليونت. المنزل ده يدفع 10 على اليونت الوحده. هذا هم 60 التجاري. فسعر اليونت الوحده عالي، بالتالي شو يسوي؟ من يريد يشغل لازم يستهلك قدر الامكان حتى يبرر الكلفه اللي ده يدفعها. يعني لازم ما يشتغل بالطاقه أدنى، وإنما بالطاقة القصوى إلى قدر الإمكان حتى يبرر الكلفة، لأن يبدأ من 60 ما يبدأ من 10.
بس ما يزيد. يعني هنا المستهلك المنزلي بهاي الفئة راح يدفع ضعف المستهلك الصناعي. ممكن المنزلي بعد ال 4000 كيلو واط يدفع 120، بينما الصناعي يدفع 60. التجارة هنا يزيد، بس ايضا الزيادة مالته مو كبيرة. الحكومة 120 ثابت، هنا الكلفة جدا عالية لكن ثابتة. والزراعي 60 ايضا بس ثابتة. هنا الحكومة اكو بنالتي عليهم، ومعطيك مثال عن كيفية الاحتساب. بالنسبة احنا هناك قار المقاييس يعتمدون القراءة السابقة واللاحقة الحالية. فأنت مستهلك قبل 5000 كيلو، هسه بهذا الشهر استهلكت 5120 كيلو، الفرق بيناتهم 120 كيلو، فيجي انت صارف 120 كيلو وات اور ضمن يا رينج 120 كيلو او 1200 كيلو، العفو 1200 كيلو وات ضمن الرينج الاول، فتاخذ 10 دينار 10 دينار لكل كيلو وات اور. لقاك مستهلك 1800 1800 هنا صارت ف 35 دينار. بغير بعض الدول 25 سنت، اللي هي ايضا قريبه على هاي الامور، 25 سنت كيلو وات الاور. بس نعطيك هذا امثله بالنسبه للفاتوره التعرفه العراقيه. فانت تجي نفس هذا المثال رجاء تحله، بس غير المستهلك، سويه مرة صناعي مرة تجاري مرة منزلي، شوف شلون تحل. حتى بمحاضرة لاحقة نتكلم عن هذه الأمور شوية بشكل أدق، لأن تخطون بها رغم بساطة تصير أخطاء. نرجع هنا نشوف أمثلة بعدها، راح تكون عندنا مناقشة. A consumer has a maximum demand. شوف يعني هاي يمكن ام التو بارت او الثري بارت، لان maximum demand 20 كيلو وات 40% لود فاكتور. If the tariff is 100 روبية للكيلو وات الواحد زائد 10 بيزة للكيلو وات اور، يعني انا عدد الوحدات التوليدية اللي دا استهلكها كيلو وات الاور 10، لكن عندي كلفة ثابتة عليه من على الماكسيمم ديماند اللي هي المية. فمبين هذا السؤال على شنو دا يتكلم. هاي غالبا المستهلك التجاري او الصناعي، وهاي مل تو بارت اوفر اول كوست. فاجي انا عندي اللود فاكتور، فمدى اعرف ايش قد مطيني 10 للكيلو وات اور، بس انا ايش قد دا استهلك كم كيلو وات اور ما اعرف، اخذهم مين من اللود فاكتور. اللود فاكتور بمن مرتبط بالماكسيمم ديماند، 40% من ماكسيمم ديماند. فالماكسيمم ديماند باللود فاكتور في عدد الساعات 0.4 ل 40% حالة 0.4 في 200 يطلع 40 ب 40 يطلع 80 في 8760. هنا بدنا نستعمل انه نفترض سنوي، لكن اذا بالسؤال محدد شهر الفاتوره شهريه او كل شهرين اضرب في عدد الساعات المطلوبه، بس هنا ما محدد، يفترض انه الفاتوره سنويه لان ماكو فاتوره يوميه، يطلع لهذا العدد الاستهلاك. يبقى شنو يا الجزء الثاني الماكسيمم ديماند، فراح يصير عنده جزئين انوال انرجي تشارج انوال ماكسيمم ديماند الام دي ماكسيمم ديماند تشارج، جمعهم سويتين وهنا مضروبات في 0.1. هاي شنو 0.1 مال بيزا، لان هاي 10 سنت مثل ال 10 سنت، يعني إذا أريد استعمل الروبية في 0.1، هاي 10% من الروبية يعني 0.1. إحنا عندنا الفلس هو واحد بالألف من الدينار، واحد بالألف من الدينار، هذا التقسيم. فقوانين جدا بسيطة كرياضيات، بس يبقى أنت لازم تفهم الفكرة وتروح على الطريقة المطلوبة، لأن بس تغير الطريقة يعني ماكو اي درجه ممكن تعطى لك اذا اشتغلت. يعني هاي تو بارت اذا اشتغلتها بغير طريقه انت يعني اكو تصير اشكالات، يجوز حتى ما تقدر تحلها لان راح تحتاج معلومات اخرى. هنا ايضا ماكسيمم ديماند، بس شلون نعطيك اياها؟ 20 امبير هنا بيت مثل اللي ساحب خط، ده ياخذ من الوطني 20 امبير و220 فولت على طول السنه،
8760. فأكو قوانين كهربائية راح تدخل بالموضوع، 20 بيزا لكل 500 ساعة. فمقسم لك أولا الأنوال بيل، أنوال بيل يعني الفاتورة السنوية، والإكوفلنت فلات ريت. هذه هو أول شيء، ما راح تشتغلها فلات، بس لو اشتغلناها فلات ايش قد راح تصير؟ فجاي مطلع الماكسيمم ديماند من هذا الباور الاستهلاك 20. ترى ال 20 ماكسيمم، يعني انت يجوز بلحظه معينه استهلكت 10 امبير. انت صح دا يطوك 20، بس انت ما تتجاوز ال 20 لان هي الماكسيمم ديماند، بس ممكن انت دا تستهلك يونتات بعدد 10 او 15. فالماكسيمم راح يكون على 20 في 220 على 1000، 4.4 كيلو وات. ماكسيمم ديماند مالتك 4.5 كيلو وات تقريبا. لكن عدد الوحدات ايش قد؟ هنا 500 ساعه، اكو ساعات انت متوقف بيها 2200 كيلو وات، وحاسب الكلفه المن بعدين جاي جامعها بالتو بارت، مسويها تو بارت جزئين اللي هي المتغيره والماكسيمم ديماند. ايش قد طالع؟ 1000 تقريبا، 1100، 1096 روبيه. بالفلات ريت .5 بيزا، شو مسوي؟ هذا اللي طالع الاكوفلنت الكامله التوتال، مقسمها على عدد الساعات. هنا اريد اشوف يعني النسبه اللي ينطيها للساعه الواحده ايش قد راح تكون. مفترض انه انت دا تشتغل فلات، فعباره عن تقسيم راح تكون 12.5 سنت، لكن هو بالحقيقه ما دا تشتغل انت هالشكل، انت عندك متغيره. لكن افترض يقول لك المكافئ لو كانت فلات مستوي ريت. هنا نفس المعادلات، لكن شنو تضطر تشتغل شوية بطريقة رياضية لأنك عندك مجهول أكثر من مجهول. فهذا السؤال منطيك بدلالة إكس وام غيره، بس نرجع نقول هذا القانون رجاء التعريفات، لأن أكثر الأسئلة حتى إذا أجيب لك أسئلة مماثلة لهذا، لكن الأرقام راح تكون بالدينار العراقي. والفئات إذا ما حدد لك، إذا ما أعطيتك التشارج قلت لك، لأن أنتو أوبن بوك امتحانكم، فممكن أقول لك حمل تجاري. إذا ما معطيك المعلومات معناته تجي هنا على الجدول وتشوف الحمل التجاري إيش قد الريت مالته، لأن أنت ما تعرف إيش قد الريت بالهند، ما تعرف إيش قد الريت بالمملكة المتحدة، فمعناته تعرفها بالعراق. هذا إذا يعني تحتاج، إذا بس ممكن عندك معلومات بالسؤال فما يحتاج تروح تدور بغير مكان. هذا الجدول جويدك. إحنا هسه ننهي التسجيل حتى نتناقش، وراح أسوي لكم هسه كويز. انتو قاعدين نبلش ان شاء الله بكويز. ان شاء الله تنزلكم المحاضرة بأقرب وقت، وموجودة المحاضرة العام الماضي.